هزيمة أمام غريمه التقليدي الأهلي في الجولة الماضية من الدوري المصري 2022-2023، يستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة في الجولة 15 من الدوري. فمتى موعد هذه المباراة وما هي القنوات الناقلة لها؟ في الفيديو ده نتعرف على موعد المباراة والقناة الناقلة لها، ولكن قبل ما نتعرف خلونا نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد من الفيديوهات، ونعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الجمهور، ونستمر في نشر المزيد من الفيديوهات بدعمكم لنا. ويلا بينا نبدأ الفيديو. منذ بداية عام 2023 لم يتمكن الزمالك من تحقيق الفوز في أي مباراة، وبالتالي تشعر جماهيره بالحزن والإحباط، ولكن دائما ما يكون لدى جماهير الزمالك الثقة والأمل في التعويض وعودة الانتصارات من جديد في اللقاءات التالية. وكان الفارس الأبيض قد هزم بثلاثة أهداف دون مقابل أمام غريمه الأبدي الأهلي في مباراة الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري 2022-2023، ويسعى نادي الزمالك لمصالحة جماهيره ويسعى للفوز أمام غزل المحلة على ملعبه في الجولة المقبلة من مسابقة الدوري، ويحتل الزمالك المركز الخامس ب 26 نقطة من 14 مباراة، حقق الفوز في 7 لقاءات، اتعادل خلال 5 مواجهات، ويتلقى الهزيمة في 2، له من الأهداف 22 وعليه 10 أهداف بفارق 12 هدف. في المقابل يرغب زعيم الفلاحين غزل المحلة في استغلال حالة عدم الاستقرار اللي بيمر بيها الزمالك حاليا، وهي محاولة الاقتراب من المربع الذهبي في جدول مسابقة الدوري المصري. وكان غزل المحلة قد تعادل إيجابيا مع المصري البورسعيد بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية، ويتواجد المحلة حاليا في المركز السابع ب 22 نقطة جمعهم خلال 14 جولة، حيث فاز في 6 مباريات واتعادل في 4 وخسر 4 آخرين، سجل 13 هدف دخل مرمى 16 بفارق سالب 3. ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفا على غزل المحلة في 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت مكة المكرمة، 7 بتوقيت أبو ظبي من مساء غد الثلاثاء 24 يناير على ملعب غزل المحلة في إطار مباريات الأسبوع 15 من مسابقة الدوري المصري 2022-2023. وسيتم نقل المباراة على شاشة أون تايم سبورتس 2. مشاهدة ممتعة للجميع، واشوفكم في فيديو جديد. كنت معكم حياة رمضان، باي باي.